وتفضلوا. وصفة الحلو اللي هنقدمها اليوم وصفة بسكوت كتير لذيذ. في صينية فرن بحط اللوز، أنا بدي أحمص اللوز وبدخله الفرن على درجة حرارة 180 كل 3-4 دقايق، بس بحركه تحريك بسيطة لأتأكد إنه أخذ لون ذهبي لطيف، وبعد هيك بسيبه يبرد تماما وأبتدي أستعمله. نشوف الطريقة. بعد ما يبرد عندي اللوز هيبقى محمص بهذا الشكل، هيبقى نكهته كتير كتير طيبة. هاي فكرة، إذا حبيته من غير نكهة التحميص برضو ممكن أستعمله مباشرة من غير ما أدخله الفرن. ونبتدي تجهيز البسكوت. أعزائي، في محضرة الطعام بثبت الشفرة الفولاذية، فأنا بدي أطحن فبستعمل الشفرة الفولاذية. هحط اللوز وأحط الطحين. ليش حطيت اللوز والطحين مع بعض قبل ما أضيف بقية المكونات؟ إذا طحنت اللوز لحاله ممكن يعجن معي ويزيت، لأنه في نسبة طبعا من الزيت، فالطحين بيساعد أنه يضلوا هيك مفكك مع بعضه. حبتدي أطحنه لغاية ما يصير عندي باودر. اللوز أصبح عندي ناعم جدا. حضيف السكر البودرة، وإذا مش موجود سكر بودرة وحبيتوا تستعملوا السكر العادي بس يكون ناعم الحبيبات شوي، بيعطي مجال إنه بسرعة يندمج ويدوب. بالنسبة للزبدة أعزائي لازم تكون بدرجة الحرارة العادية، يعني أنا مطلعاها من البراد قبل بوقت تبقى لينة بهذه الطريقة. بحط الزبدة، حاولوا تقطعوها مكعبات بهذا الشكل عشان يسهل اندماجها مع الخليط الطحين واللوز. وحضيف الملح. أنا حطيت فانيليا، وطبعا في عندي عطر اللوز موجود بالأسواق زي الفانيليا، بقدر أشتري عبوات لتعزيز الطعم، بس هو حيطلع طعم اللوز ظاهر فيه. اللي بحبه أكتر استعملوا قطرات بسيطة من عطر اللوز، وأبتدي أشغل لغاية هالمكونات كليتها ما تتجمع معي، وبعمل تجربة حنشوفها مع بعض. خلوا بالكم اختلطت كل المكونات مع بعض، بضلني برضو مشغلة محضرة الطعام لغاية ما تبتدي تتجمع. إذا ما تجمعت معي حبتدي أضيف قطرات بسيطة من الحليب. ببتدي أعمل التست على الخليط، بنلاحظ كيف إنه ابتدى يعجن معي، شايفين هالقوام هذا، بس أضغط عليه عم بيجمع مع بعضه بيعجن معي، ولكن هون بقدر أضيف كمية بسيطة من الحليب، يعني بالضبط حوالي معلقة صغيرة، وأرجع أكمل التشغيل. ابتدت تتشكل عندي العجينة، ما بديها تكون ناعمة قوي، خلي بالكم يا دوب. العجينة أصبحت عندي جاهزة ونشوف طريقة تشكيلها. هحتاج قطعة من ورق الزبدة، وإذا عندي مات زي هادي أو على الكاونتر على طول بحط قطعة من ورق الزبدة على الكاونتر وقطعة للتغطية، فحسب اللي موجود عندكم. وبحتاج نشابة أو رولينج بين. هاخد كمية بسيطة من العجينة، ما تعملوا مقدار كبير مرة واحدة لأنها حساسة شوي ودلوعة شوي، كلها لوز فبدكم تكونوا حريصين وانتوا بتشتغلوا فيها. هضغط عليها بهذه الطريقة وأحط قطعة الورق، وبالرولينج بين أو النشابة أو الشوبك أبتدي أفردها بهذا الشكل. بفردها لتصبح بسماكة 1 سنتي، وبالقطاعة ببتدي أعمل الأشكال الهلال، تبقى عندي بهذا الشكل، ونخليها في صينية
الفرن بهذا الشكل، ممكن تعملوها صغيرة أكبر حسب رغبتكم. الملاحظة اللي عايزة أقولها بس بالنسبة لهذه العجينة، بعد ما أخلص أنا تقطيع ما أعجنها على بعض، بلمها تاني لم فوق بعض بهذه الطريقة، وبرجع بفرد وأقطع، لأنه هي فيها نسبة دهن أو زيت كتير عالية من زيت اللوز، فما بنفع تعجنوها، وتنسوش إنه فيها زبدة، ففقط لموها وارجعوا اضغطوا عليها وقطعوا بالشكل اللي انتم بدكم اياه. انا حبيت فكرة الهلال اللوز، بس طبعا ممكن تعملوها بعدة اشكال حسب المناسبة اللي عندكم. الهلال بيبقى كتير حلو اذا قدمناها في شهر رمضان او على العيد. بالنسبة للفرن، بدخلها على فرن درجة حرارة 160، ما بتغير لونها، يدوبك تاخد لون ذهبي خفيف. وخلينا نشوف مع بعض الخطوة التالية. أعزائي، بعد ما أطلع البسكوت من الفرن بخليه فقط دقيقة واحدة يدفى، أنا بدي أغطيه بالسكر وهو فيه شوية دفى بسيط. بالنسبة للسكر البودرة، طبعا في أنواع كتير في السوق، فأنتوا اختبروا النوع اللي عندكم، ويفضل أني أنا أنخله عشان ما يكون في أي تكتلات أو هيك قطع صغيرة بتعطيني لوك مش لطيف على البسكوت. بعد ما نخلت السكر وتأكدت انه ناعم جدا، حبتدي اخذ قطعة من البسكوت ببتدي اغطيه بهذه الطريقة. هلأ في ملاحظة كمان كتير مهمة ولطيفة، يعني اني انا ممكن اغطي البسكوت مرتين. المرة الاولى حياخد طبقة خفيفة، ارجع بالصينية واسيبه يبرد تماما. المرة الثانية بقى حيكون اخذ التغطية اللي هيك غنية بالطعم. طبعا السكر الناعم خلوا بالكم هو حيظبط لي نسبة الحلى في هذا البسكوت، لأنه إحنا في داخل الوصفة ما استعملنا كمية كبيرة من السكر، عاملين حسابنا إنه حنحتاج نغطيه بهذه الطبقة الغنية. يبقى بعد ما يبرد شوي برجع باخذ حبات الهلال تاني وغطيها بهذه الطبقة الغنية، واسيبها على كاونتر المطبخ لغاية ما 100% ياخد وقته ويتغطى ويتشرب بالسكر. فينا احفظه في عبوة محكمة الاغلاق وبيقعد عدة ايام بيبقى اطيب واطيب. وخلينا نشوف طريقة التقديم. اعزائي، رتبت هلال اللوز في طبق التقديم، وصفة كتير بسيطة وسهلة، ارجو انكم بتجربوه. وتفضل.